أهلا بكم. قالت وزارة البترول المصرية إنها خفضت الأسعار المحلية للوقود، حيث أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير. أقرت خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بخمسة وعشرين قرشا للتر الواحد. وياتي القرار الاول من نوعه في تاريخ الوزاره عقب مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وحسب الاسعار الجديده اصبح سعر البنزين فئه 80 بنحو 6.5 جنيه و7 و7 و75 جنيه للبنزين 92، اما 8.75 جنيه للبنزين 95. خفض سعر الطن المازوت للاستخدامات الصناعية ب 250 جنيه ليصبح سعره 4250 جنيها. يأتي هذا فيما خفضت مصر أيضا سعر الغاز المحلي لمصانع الإسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية، حيث تم تخفيض أسعار غاز مصانع الإسمنت بنسبة 25% وسيراميك والحديد بنسبة 21%. للحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد. وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أرحب بضيفي وأبدأ بك سيد مصطفى من الاستوديو. سيد مصطفى، يعني كيف يمكن قراءة هذه التعديلات على أسعار المواد البترولية البنزين وهكذا، ويعني تحديدا مسألة 25 قرش، هل ذلك خفض يعني قد يشعر به المواطن؟ يعني في تقديري ليتهم ما فعلوها، يعني كانت على الأقل يعني رقم لا يذكر، وهقول بعد كده ليه. شوفي حياتك، الأسمنت خفضوه كام؟ 25%. الحديد خفضوه حوالي 21%. خفضوا السيراميك، خفضوا يعني صناعات الحديد والصلب. الغاز على هذه الصناعات، يعني الوقود يعني المستخدم لهذه الصناعات. انا بقارن بس انك انت بتخفضي للمواطن 3% وبتخفضي للمصانع. طبعا انا مع خفض المصانع، طبعا اؤيد الخطوه دي، لكن لما تعمل خفض اعمل للمواطن اهم. طيب نيجي للقصه دي. انت الحكومه لديها اتفاق مع صندوق النقد الدولي من نوفمبر 2016 على ثلاث حاجات. اولا تعوم الجنيه المصري، يعني تحرر اسعاره طبقا للعرض والطلب، وقد تم في نوفمبر 2016. الامر الثاني تحرير اسعار الوقود، تركها للعرض والطلب، رغم ان مصر منتج للنفط مش زي حاله الاردن على سبيل المثال، ولا حاله المغرب ولا تونس، ولا مصر منتج، يعني بتنتج في حدود 700,000 برميل. الأمر الثالث تحرير أسعار الكهرباء، ودي هتتم السنة الجاية. تحرير تعويم الجنيه قد تم. تحرير أسعار الوقود كان المخطط ليه 1/10 اللي هو 1 أكتوبر الجاري. طيب إيه اللي تم؟ أنت يعني أنا في تقدير الشخصي إن الحكومة ما كانتش هتخفض، ماشي، وإن الحكومة للأسف أصبحت تتاجر في المواطن، والحكومة أصبحت تحمل المواطن تكاليف الإصلاح الاقتصادي. ليه؟ أنا هاخد من كلام الحكومة نفسه وهقول. الحكومة على لسان وزير المالية ووزير البترول قالوا أي زيادة في أسعار برميل البترول دولار واحد بيكلف الدولة كام؟ 4 مليار جنيه. طيب انت دلوقتي الاسعار المتوسط اسعار البترول في دول العالم في الاسواق العالم 62 دولار، يعني شوفي حياتك الرقم 62 دولار. طيب انت مسعر برميل البترول ب 68 دولار في الموازنه، يعني انت كحكومه بتكسب كام؟ بتكسب 6 دولار في البرميل الواحد. طيب 6 دولار دول لو انت ضربتهم في 4 مليار جنيه اللي هي انت بتوفرها كموازنة عامة، هتوفر عندك 24 مليار جنيه. هل هذا المبلغ الضخم اللي بتوفره الخزانة العامة للدولة دلوقتي بيعادل ربع جنيه؟ طبعا ده يعني مستحيل من النواحي الاقتصادية.
الحاجة الثانية إن لو حضرتك بصيت النهاردة في أسعار البترول هتلاقيه ب 58 دولار، كويس؟ لو بصيت في بعض الأوقات نزل لحوالي 52، ولولا إن الحوثيين ضربوا المنشآت النفطية السعودية في من حوالي أسبوعين ووقفوا نصف الإنتاج، كان السعر أنا في تقديري كان متجه ل 50 وربما أقل. وروسيا طلعت تقديرات أن سعر البترول البرميل هيطلع 30 دولار قريبا. طيب إذن أنت ترى أن هذا الخفض من جانب الحكومة المصرية لا يتوافق مع هذا لا يتوافق مطلق. أنت بترفع الأسعار بنسبة 40 و50 و60% وتخفض ب 3%، على الرغم من أنك أنت كموازنة عامة للدولة مش متكلف، بل بالعكس بتربح 6 دولار في برميل البترول. وبالتالي أنت كدولة المفروض إذا كنت بتحرر بشكل سريع صحيح أنك أنت لا تكلف المواطن، المواطن يستفيد من هذا الانخفاض ما دام في انخفاض، ما دام حملتوا الزيادات اللي قبل كده. أنت في بعض الأوقات احنا شفنا إذن بلغة بسيطة حتى يستطيع المشاهد فهم هذا الأمر، الدولة تقوم برفع الأسعار وفقا لتحرير البترول، إذن عندما يكون سعر البترول غالي الدولة بترفع السعر على المواطنين، لما سعر البترول يكون أقل الأصل أنه يتم خفض السعر فيما يتعلق بالمواطنين، وهذا ما لم ينعكس في هذا الخفض برأيك. شوف حضرتك أن الأسعار البترول مما بعض دول الخليج خفضتها، اللي خفض دول الخليج بتخفض بشكل شهري مش بتسعر كل 3 شهور زي مصر. المغرب خفضت، الأردن خفضت، لا الأردن لا رفعت، دول الخليج خفضت، ودول كلهم بيستوردوا حاجة اسمها المشتقات البترولية اللي هي بنزين وسولر ومازوت وغيره، يعني لأن النفط ده بيروح لمعامل تكرير ثم يعاد استيراده مرة أخرى في شكل مشتقات طيب. بترولية. نذهب إلى ضيفنا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور إبراهيم، هل الحكومة يعني تضحك على المواطن، تقوم ب يعني الترويج لخفض هو بالأساس لا يمثل ما يستحقه المواطن من خفض من جانب الحكومة؟ مساء الخير، في البداية تحياتي لحضرتك والصديق الأستاذ مصطفى عبد السلام، وتحياتي للسادة المشاهدين. بالتأكيد لا، ما فيش حكومة عايزة تضحك على المواطنين، لأنه واقع الأمر درجة القناعة بنجاح الحكومة مرتبط بدرجة رضاء المواطن، وبالتالي ما تصورش أنه في أي حكومة لديها الحد الأدنى من الذكاء أنها الحقيقة يكون منهجها وتوجهها أنها تضحك على المواطن. وبالمناسبة ما حدث بين تخفيض لأسعار المشتقات البترولية مالوش علاقة لا بأوضاع سياسية ولا بحالة احتقان كانت موجودة ولا بمظاهرات خرجت، هو ليها اعتبارات فنية فقط. وده الحقيقة مش جديد، لأنه هو أعلن منذ فترة أنه في آلية سوف يعتمد عليها في تحديد أسعار المشتقات البترولية كل 3 شهور بتنعقد وتقيم الأمر. واقع الأمر إحنا لدينا عنصرين مش عنصر واحد، لدينا أسعار النفط عالمية ولدينا أيضا سعر صرف العملة، لأنه مؤكد حصة الشريك الأجنبي مصر بتشتريها بالنقد الأجنبي، وبالتالي لدينا عنصرين. الحقيقة الأمر الجيد إنه العنصرين اتجهوا للانخفاض، سعر الصرف منذ بداية هذا العام تقريبا انخفض بنسبة 10%، وأيضا أسعار النفط انخفضت لمستويات جيدة بالنسبة لنا على الأقل في الوقت الحالي. لكن خلينا نأكد على أنه ده متوسط 3 شهور، صحيح أنه المتوسط خلال ال3 أشهر كما أشار الأستاذ مصطفى عبد السلام أنه 62 دولار، لكن خلينا نقول أنه المشهد في أسواق النفط العالمية لم يهدأ بعد، مؤكد أنه ما زال في توترات عنيفة للغاية في منطقة الخليج، إيران مؤكد ما زالت بتستهدف السعودية، الحادثة الأخيرة اللي عدمكو قفزت بأسعار برميل البترول لما يتخطى ال 72 دولار، وبالتالي لو كان في درجة من التأكيد أو التأكد بشأن أنه أسعار النفط سوف تستمر في الانخفاض، مؤكد أن الحكومة أو اللجنة المشكلة لتحديد هذا الأمر كانت اتخذت خطوة أكثر جرأة بأنه طيب دكتور هشام، أنت تقول أن أو تنفي عن هذه الإجراءات أنها نابعة لأوضاع سياسية وربما احتجاجات أو مظاهرات، وهو ما يرى المواطن أو يعني يراه أغلب المواطنين عكس ذلك، ولكن حساب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ 4 أيام كتب يقول في إطار متابعتي لكل الإجراءات
المشروعات الخاصة بدعم محدود الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها. وفي التغريدة الأخرى قال أنه يتابع بنفسه، وأن يؤكد أن الحكومة ستلتزم باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء والحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة. هذا خطاب سياسي من جانب الرئيس المصري عقب المظاهرات بتعديل بعض الأوضاع، ثم يأتي بعد ذلك قرار خفض أسعار البنزين. ويعني أنت تقول الآن أنه لا يرتبط بالأوضاع السياسية، على ما يبدو أن هذه القراءة ليست صحيحة. طب خلينا نؤكد على أنه ده التوقيت الصحيح لاجتماع اللجنة بالمناسبة. يعني هذه اللجنة لتقييم أسعار المشتقات البترولية لم تنعقد فجأة. الأمر الثاني، لو كان التوجه الدولة كرد فعل للمظاهرات اللي خرجت أنه إحنا نخفض أسعار، طب ما كان أسهل أن إحنا نزود المرتبات. هذه خطوة لم تقدم عليها الحكومة. لكن هو في معايير فنية كما أشرنا، هو هل هو خافي عن الجميع أن أسعار النفط انخفضت؟ هل هو خافي عن الجميع أن سعر الجنيه تحسن كثيرا أمام الدولار؟ دي عناصر فنية موجودة. مسألة بقى أنه البعض يفسر على أنه ده خوف من الحكومة أو مساندتها للمواطن في الوقت الحالي كرد فعل لأوضاع سياسية، هذا أتصور أنه بعيد، وده تقييمي أنا الشخصي. أتصور أنه الحكومة لا تتحرك بسياسة رد الفعل، خاصة أنه ما فيش شيء جديد لنفجأة. الآلية دي متفق عليها منذ ما يزيد عن عامين، وهذه الآلية أيضا بالمناسبة كانت مطبقة على البنزين 95 منذ 3 أشهر، وبالتالي كان تقييم الأمر لا يستمر على الأسعار منذ 3 أشهر بالنسبة لبنزين 95 تحديدا. الأمر طالما أنه أسعار النفط انخفضت، وأتصور أنه هذا الأمر سوف يستمر معنا في الاجتماع القادم بعد 3 أشهر، لو كان هناك مزيد من الانخفاض في أسعار الصرف ومزيد من التحسن في قيمة الجنيه، أتصور أنه هيكون هناك خفض بنسب أكبر من هذا. ما يتعلق ما يتعلق بالمصانع الحديد والأسمنت وغيره بتفعيل الغاز، الحقيقه دي كانت مشكله كبيره للغايه كانت بتواجه مجتمع الاعمال، والحقيقه ده العنصر الضاغط اللي كانت بتعمله الحكومه على مجتمع الاعمال واقع الامر، لانه الحقيقه من انه تفعيل الغاز للمصانع كان اعلى من الطبيعي. نعم وضحت الفكره. ضغوط على المصانع والشركات، والحقيقه الحكومه طلبت من مجتمع الاعمال ان يقف معها منذ بدايه برنامج الصحه الاقتصادي، ثم هيعاد النظر في هذا الامر. ولما الامور استقادت والموازنه العامه ما اعتقدش انه بقى فيها هذا الحجم من الضغوط والمشاكل اللي كانت موجوده. نعم اذا انت تقول ان الامور الان في بشكل يعني الامور الان مستقره، وهذا يجعلنا نامل في مزيد من اصلاح الاوضاع الاقتصاديه المصريه. دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، لك جزيل الشكر. الزميل عمر فياض رصد لنا كيف تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار الحكومة المصرية خفض أسعار البنزين 25 قرشا. إليك عمر. منصات التواصل الاجتماعي 25 قرش، نعم ربع جنيه، ربع جنيه. كان له مجال ومساحة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من السخرية من قبل المدونين. إذن تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي اشتعلت بالسخرية من هذا القرار الذي جاء بعد عدة قرارات سابقة برفع الأسعار. نبدأ ببعض من التغريدات. هذه التغريدة عبر موقع تويتر للصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وائل جمال، يقول فيها: تخفيض أسعار البنزين من 3% إلى 3.7%، ولا تخفيض في أسعار المواصلات، ولا تخفيض في أسعار غاز الفقراء، ولا سولار النقل، ولا تخفيض تخفيض أسعار غاز مصانع الأسمنت 25% والسيراميك والحديد 21%، تخفيض سعر مازوت المصانع 5.5%. النسب تتحدث عن نفسها. معتز محمد غرد على تويتر يقول: حاجات بتثبت إن أو ثلاث حاجات بتثبت إن قرار خفض أسعار البنزين قرار سياسي. أولا، قيمة التخفيض ثابتة على كل أنواع البنزين، ربع جنيه للي بيدفع 10 أو 8 أو 7 جنيه. ثانيا، قرار التخفيض على الغاز جه للمصانع بتاعة الأسمنت، الجيش يعني، والسيراميك يعني رجال الأعمال. ثالثا، لم يتم تخفيض غاز المنازل بدعوى أنه بيتسعر سنويا. أما زعيم حزب غد الثورة أيمن نور غرد على تويتر يقول عن هذا القرار: شكرا محمد علي.
أحمد الخطيب يقول تم تخفيض سعر البنزين بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي والتي تعتبر من حزمة الإصلاحات التي تطبقها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. التخفيض جاء بسبب انخفاض أسعار النفط في الثلاث أشهر الماضية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار. حساب باسم The King غردة يقول خفض أسعار البنزين ربع جنيه، هم معتقدين أنه لسه في عملة اسمها ربع جنيه، حد يقول لهم أن اللبانة بجنيه. دكتور محمد سعد صاحب هذا الحساب يقول الحكومة تخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرش، كل الشكر للحكومة وتحية إلى محمد علي، كده الجيم بقى فير. أما الصحفية أسماء زيدان تقول إمتى هيفهمونا ليه سعر البنزين لازم يتوافق مع الأسعار العالمية في حين أن أسعار العربيات بتوافق مصالح أصحاب الشركات المحلية اللي واخدينها وضع يد؟ وقبل ده وده بقى فين إحنا من مستوى الدخول العالمية؟ شوية اتساق وحياة أبوكو. نختتم هذه التعليقات بما كتبه نائل حسان يقول لا خلي أسعار البنزين وطلع المعتقلين، إحنا وش فقر ومش عاوزين الربع جنيه. في هذا السياق تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من قيمة خفض أسعار البنزين، دعونا نتابع. ألو، أيوة يا باشا، أنا قلت أهو إن أنتوا هترخصوا الأسعار عشان البنزين بقى رخص. مش البنزين لما بيرخص بقى الأسعار بترخص؟ أستنى فيه إيه؟ ربع جنيه؟ ربع جنيه بس اللي رخص في البنزين؟ ربع جنيه في ايه؟ في البق؟ يعني مثلا كل بق نقصته منه ربع جنيه، مثلا لتر البنزين يبقى فيه مثلا 10 تبقاء، يبقى حسبة 2.5 ولا ايه؟ مش فاهم. ربع جنيه في اللتر؟ طب وجاي على نفسك ليه؟ الله يخليك، ربنا يجعله عامر، ربنا. ده احنا لو واقفين في اشاره بنشحت، مش حتى ايوه. لا معاك الشبكه بس بتوش. لا حلو 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 حلو، ربع جنيه حلو حلو، هم ينهبوا حلو. لا اله الا حلو يا باشا، اي حاجه تيجي منكم حلو. يلا في رعايه الله في رعايه الله. ربع جنيه ربع جنيه في ايه يعني؟ معلش لا مؤاخذه، يعني ديك النهار قلت لك ناس مشيره فيديو للاستاذ احمد فسفوسه يقول لك ايه ان برميل البنزين هينزل من 50 دولار، وقعد بقى يسرسع وحاجات كتير، وقال لك بقى وكل الاسعار هترخص والدنيا هتتزبط. تكلمني في ربع جنيه؟ ربع جنيه سحري على ما يبدو. أنتقل إلى زميلة حياة لاستكمال باقي هذه الفقرة. إليك نعم حياتي. عمر شكرا جزيلا لك. انتقد الفنان ورجل الأعمال محمد علي في فيديو جديد إدارة الرئيس المصري للبلاد التي وصفها بالخاطئة، كما واستنكر الطريقة التي يتعامل بها الجيش مع الشركات الخاصة والتي وصفها بالسخرة. فلنتابع. صح، بتشغلوا المقاولين وتشغلوا الناس حتى اللي معاكم المواطنين المدنيين من شعب مصر سخر. صحيح الساعة واحدة، الساعة اتنين، الباشا عايزك، الباشا عايزك دي يعني لازم في ثانية يبقى هناك. لا تقضى الا ظروف ولا ليه اوقات عمل. هنا في دول اوروبا ليه مواعيد عمل يا سيادة الرئيس، من الساعة كذا للساعة كذا، بعد الساعة كذا لو انت كلمته ممكن نرفع عليك قضية. الراجل خلص شغله، في حاجة اسمها ليه الحياة، عايز يستمتع بحياته، عنده ولاده، مراته، أبوه، أمه، أخواته، أصحابه، قهوته، كافيه بتاعه، أي حاجة. ما ينفعش إن أنت تشغلنا بالسخرة. محمد علي الساعة كذا، الساعة واحدة تجيبني تزحفني من اسكندرية ولا مارينا لحد عندك عشان الباشا عايزني، وما اقدرش اقول لو بموت انا لازم اروح اقابله الا اجيب له شهادة مرضية ان انا عيان وبموت عشان يسدك. عيب، احنا اخوات، ما ينفعش دي معاملة الآلهة للعبيد. رجالة اللي خانوني اللي سجلولي فويسات وانا بقول لهم الجيش بيدير غلط والسيسي هيودي البلد في داهيه وكامل الوزيري ماشي ورا هوا هيدمروا البلد، سجلوا لي فويسات وراحوا سمعوها للجيش، عشان كده الجيش نفخني. فكنت هادي جدا وسبت لهم فلوسي عشان اعرف اخرج بره البلد، لازم تسيب حاجه للكلب، فسبت لهم العظمه دي. الرجاله اللي خانتني اللي
من الجيش وبيقبض عليها. شايفين الايام دوره ازاي؟ ده اللي انتوا اشتريتوه. قلت لكم خاينين. إذن محمد علي في هذا الفيديو يتهم الشركات او يتهم الجيش بالتعامل مع الشركات الخاصه بمنطقه السخره، كيف يمكن فهم ذلك؟ طب ممكن خلينا بس نعلق على ذلك بعد الفيديو، يعني دعنا نكمل هذه النقطة. هو معروف ان اي شركات بتشتغل، اولا المؤسسه العسكريه احتكرت المشهد الاقتصادي في مصر، دي مساله. القطاع الخاص الذي يوفر فرص عمل لملايين الشباب للاسف انتهى في مصر. كل رجال الأعمال الكبار طبعا بيصووا من المسألة دي، لأن أنت كانت المشهد الاقتصادي كان البزنس كله للقطاع الخاص، وده يعتبر عصب أي اقتصاد في أي دولة، لأن هو اللي يوفر فرص عمل. دلوقتي للأسف المؤسسة العسكرية دخلت في معظم القطاعات الاقتصادية، وبالتالي يعني القطاع الخاص مجبر على الشغل مع الجيش. الجيش ليه آليات وسيستم، وبالتالي يعني أنا ما أعرفش هنخلص من القصة دي إمتى، لأن دي أكبر ضرر على مناخ الاستثمار في مصر، وأكبر ضرر على توفير فرص العمل والبطالة في مصر. طيب يعني مسألة المعاملة بالسخرة هي مسألة لها علاقة بطريقة التعامل وهكذا، ولكن مسألة احتكار الجيش للمشروعات ومسألة أن يكون الجيش يعني لا توجد هناك مساحة لأن يرفض أحد يعني واحد من هذه الشركات، أو ترفض واحدة من هذه الشركات تنفيذ واحد من الأوامر أو مخالفة هذا الأمر، هذا ينفي في المنطق الاقتصادي منطق حرية العمل، ينفي حرية الاستثمار، ينفي أمور كثيرة من شأنها هدم قوام هذا الاقتصاد. يا أستاذة أنت بتتكلمي في أمور أقل يمكن أهمية من وجهة نظري من أمور أكثر خطورة. يعني بمعنى إيه؟ أنك أنت لما تموت القطاع الخاص في مصر يعني مش هيولد لك فرص عمل، دي أول حاجة. الحاجة الثانية، تموت القطاع الخاص مفيش ضرائب، وبالتالي الضرائب بتقل، عشان كده هم كل شويه بيفرضوا قيمه مضافه، بيفرضوا ضرائب على السجاير عشان تعوض الضرائب اللي كانت بتجي لهم من القطاع الخاص. الامر الثالث، انك انت لما تعملي نوع من الاحتكار في البلد وتعملي يعني تركزي القطاع الاقتصادي في مؤسسه واحده، ده اللي هو خلى الاستثمارات الأجنبية تتهاوى في العام الماضي وتنخفض 23%. سحر نصر كانت بتتكلم هي وصندوق النقد الدولي مصر هيدخلها 20 مليار، وسحر نصر بتكلم سحر كان بتكلم في 20 مليار، الصندوق النقد الدولي قالك 11.5. اللي احنا دخلنا في استثمارات أجنبية على الرغم من كل هذا الصراخ في حدود 5.6 مليار دولار. وبالتالي لا، المستثمر الأجنبي عندما يشعر أن هناك احتكار داخل السوق يهرب من السوق. إذن عودة مرة أخرى لمسألة البنزين، كان لديك تعليق متعلق البنزين بي. يعني خلينا بس إن أولا هذه قرارات سياسية بالدرجة الأولى. يعني أنا أول بدأت كلامي لولا ما حدث كانت الحكومة هترفع أسعار الوقود، وده أنا كنت متأكد منه. الحاجة الثانية، أنت لما يكون عندك سعر برميل البترول انخفض كويس، في وفر في الموازنة العامة من مخصصات الوقود، سعر صرف الجنيه انخفض، سعر الدولار انخفض 10%، وبالتالي هذه معطيات أنك أنت تخلي الخفض في السعر على الأقل من 10-15% كويس؟ لا. طيب أنت بتعملي 3% أو 3.1%، طيب يا أخي سويه مع المصانع. يعني أنا مع الخفض المصانع، لأن ده بيخفض تكلفة الإنتاج وبالتالي يزود الصادرات. أنت الأهم عندك المصانع والمستثمر ولا المواطن؟ طيب ما فيش أهم يا سيدي، ماشي المواطن، نسبة المواطن مع المصانع، خاصة ما كله في النهاية نفط. يعني بمعنى إيه؟ الغاز بيطلع من النفط، المازوت المصانع بيطلع من النفط، البنزين والسولار بيطلع من النفط، على الأقل من وجهة نظر رفع الضغط على المواطن والذي يعني المستثمر لديه قدرة على تحمل الأمور، لكن المواطن ما زال يعاني بشكل للأسف. المواطن بيتحمل تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هو أعلنوا أن هم هيكرروه مع صندوق النقد الدولي مرة أخرى. نعم، إذن وضحت هذه الفكرة الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد، شكرا جزيلا لك. المسائية مستمرة، وبعد الفاصل بقي فقراتنا وفيها صحيفة نيويورك تايمز تقول إن شركة أمنية أمريكية تكشف
تفاصيل اختراق المعارضين في عملية للمخابرات المصرية استمرت 3 سنوات. أوصل صوتك للعالم وكن شريكا في تغطية الملف.